طيب نروق مكاننا ونخش على بعضه عشان عندنا صينيه حلوه قوي قوي، صينيه سردين بس بسكه مختلفه. احنا دايما مع حضراتكم، بسم الله، دايما مع حضراتكم بنعمل ايه؟ بنعمل السردين في صينيه بالخل طبيعي. النهارده عايزين نعلي شويه تيست بقى ونجود شويه، بس نروق الاول مكاننا. ايه بقى اللي ممكن نعمله في السردين؟ لا كتير. الاول بس ايه؟ نطهر المكان ونروق الدنيا ونشوف هنعمل ايه. افندم حبه خل، المية دي البتاعة دي فيها فنجان خل وكوباية مية، بتشيل أي بكتيريا وبتنظف الدنيا معايا في كل حاجة، مش بس في الرخام، ممكن استخدمها في الخشب، في السلستين، في أي شيء. ونشوف إيه اللي بعده. لو مية بس مش تعمل كده. بص أنا بس بحاول أوضح عشان إيه، في بعض الناس تقعد تقول لك هو بيرش إيه، وبعدين فوجئت إن لقيت في ناس تانية في قنوات تانية بترش برضه الحاجات دي. أنا ببسط والله العظيم، ببسط لما الواحد يعمل حاجة وحد يعملها تاني، يبقى كده الواحد فعلا بنحاول نوصل معلومة تكون مهمة. الحاجات دي ممكن بعض الناس من بعيد تشوفها حاجه ولما تجربها بتبقى حاجه ثانيه، هي بس القصه كلها ان يقول لك ايه يعني، ايه يعني، وبعدين ما حد يجربها يلاقيها ناجحه فالحمد لله، زي المحلول وزي حاجات كتير جدا بنشتغل بيها مع حضراتكم الحمد لله. برضو احنا لازم برضو نطلع افكار، ما ينفعش نقعد نعيد ونقلد والحاجات دي، ما ينفعش ما ينفعش. انا مش بحب التقليد، يعني من الناس عندك حاجه ابتكر، يعني اصنع الشيء، انتج الشيء بدماغك بعقلك، مش شرط اقلد، ومش شرط ومش صح ان انا اقعد اقلد كتير، لان التقليد سهل نقعد نقلد، بس مين اللي هيقبل التقليد؟ وبعدين برضو بعد اتكلم مع حضراتكم، اللي في بعض الناس بتقعد تشوف مثلا فيديو معين شاف مش عارف ايه، بالعكس ده احنا اصلا مصريين، يعني احنا اكتر ناس قبل من الفيديوهات دي عندنا ذوق في اكلنا وعندنا تيست في الاكل بتاعنا وبنعرف نعمل حاجات من دماغنا. طيب ايه بقى حكايه السردين؟ عايز اعمل صينيه سردين حلوه. الصينيه الحلوه اللي انا كان فيها زيت دي هستخدمها. طيب خش معايا في اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 معايا يا فندم. يبقى كده ايه؟ معلقه كبه، معلقه كبيره هريسه وزيها توم، ركز معايا في اللي جاي، وحبة شوف بقى اللي جاي، وفلفل شطة تاني على الهريسة عشان الهريسة النهاردة مش زي ما انتم متخيلين، ومعلقة بهارات سمك، ركز في اللي جاي، تاتش حبة هان، معلقة ملح حلوة كمان حتة، دي تتبيلة للسردين لسه هنشتغل، وعندي حبة كمون مش كتير عشان ما يمررش مننا، كزبرة ناشفة فين صديقتي صديق اهي، وتاتش كزبرة ناشفة على البهارات دي ربنا يسترها. وعندي هنا في بهارات حبهان، ورق غار، وجوزة الطيب بتاعت الشغل بتاع كل اسبوع، انا هستغل منها برضو. وعندي هنا حبه كرفس على كرات، شايفهم؟ وعندي كمان معاهم بصلايه حلوه، وعندي قرن فلفل حلو، وعندي كمان قرن فلفل تاني اخضر، عندي برتقانيه بس في الاواخر، شطه حطينا خلاص، احنا زي الفل. يلا بينا. بص بقى الكلام ده كله لما يتعمل كده الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، دي الخلطه بتاعتك في البيت بقى اللي ولا احلى حد في الدنيا يعمل ربعك. شايف المنظر عامل ازاي؟ الخلطه دي اعمل بيها اي حاجه انا عايز اعملها، اشتغل بيها براحتي خالص. شايف الملامح؟ حلو كلام، كلام جميل. هاخد حبه من دول كده، ركز معايا، وارجع تاني كده، واروح واخد البرتقانتين دول كده، ركز بقى معايا معلش. البرتقال ده هيتاكل براحتنا طبعا، بس انا مش عامله عشان الاكل بس، انا عامله عشان كمان الريحه هيبقى ريحته حلوه قوي مع الخلطه الحلوه دي، ممكن نشيله في الاواخر وانت تركني على جنب كده. طيب سكينتي اللطيفه والخلطه الحلوه اللي خدتها دي هفرم منها كده، وانا شغال ممكن اجود ودي معلقه هريسه تاني غير اللي حطيتها. طبعا ليه هقول لكم حالا، وفص توم كمان، وحبة شبت كمان، وحبة كزبرة كمان، وافرم ودلع بحبة ملح كمان. والله يا اخويا ماليش في الكورة، دخلي طبعا. سمير بالسعودية، اهلا وسهلا بك يا سمير، صباح الفل يا استاذ سمير. طب كلمنا تاني يا استاذ سمير. ليمونه هقطعها كده، بص الليمونه دي اهو كمان تاني، شوف خدت بالك من الخلطه دي؟ تا
طب وبعدين يا شيف ولا قبليه اللحظة بقى واشتروا مني. شوف اللي جاي، خدت بالك معايا؟ والنبي ردوا عليا عشان اللي بيحصل ده ما بيحصلش كتير. شوف الخلطة دي عاملة ازاي. وبعدين ايه بقى الخلطة دي بقى؟ ثانية واحدة وهجيلكم. أفندم؟ بعد الخلطة الحلوة دي والتتبيلة الرائعة دي، أفندم؟ حاضر. بعد الخلطة الحلوة دي أكيد في سر عايز أعمله، وهو ده اللي هنشوفه حالا بزيت الزيتون. بص المنظر عامل ازاي. امال هانم، ازاي حضرتك؟ صباح الفل والياسمين، اهلا بيك يا استكل. صباح الهنا، اخبارك ايه يا فندم؟ كله بخير؟ انت عامل ايه؟ تسلم. نحمد ربنا ونشكر فضل يا فندم، تكسر المرض يا حبيبي. شكرا، ربنا يخليك يا ماما، تسلمي على الدعوه الحلوه دي. الله يبارك لك. يا رب يخليك، يا رب يخليك. تحت امرك، يعني اللي في ايدك صعب سهل ان شاء الله. اللهم امين، احنا كل حبايبنا يا رب. تسلمي. انا يعني انا واحفادي واولادي ما بنسيب لكش حلقه. ده شرف ليا والله. يا رب يخليك أتشرف يا حبيبي. على راس المكالمه والكلام الدلع ده كله يا ماما والله. يا رب يبارك لك. أمريني أمر. ما تمرش عليك ظلم، انا كنت عايزه رقم حضرتك يعني. في الكنترول مع زمايلي اوامرك يا ماما. حاضر. يا رب ما تحرم منك، انا بقالي سنتين بتصل بيك. ده انا اتشرف يا ماما، ده هتبقى معاك كل يوم يا امي. انا كلمتك النهارده. اتشرف يا حبيبه قلبي، ربنا يديك الصحه يا ماما، اوامرك امر يا حبيبتي. صباح العسل. بص المنظر ايه اللي بيحصل. شوف السمكيه اصلا دي معوجه، بص العوجه ازاي، بحاول افردها بس غالبا هي حبيبتي يعني ربنا افتكرها وهي على نفس الوضع ده، لان هي بحاول اعملها كده. بص هتتكسر مني. بص بص ايه اللي بيحصل، خدت بالك اهو، عشان نفردها بس بايد السمك. وهاجي كده عندي وراح حاشي الليمون بالخضره اللي عملتها. بص المنظر، وقعد السمكيه كده وراح عامل كده. شوف الملامح عامله ازاي، بص الخلطه عامله ازاي. وبنحشي. سكة جديدة؟ اه سكة جديدة. اتعملت قبل كده؟ اقول لك لا والله يا فندم ما عملناهاش قبل كده. لحظة واحدة. طب حد عملها قبل كده؟ اقول لك لا والله يا فندم ما حدش عملها. طب انت بتعملها ازاي؟ اكيد من دماغنا يا فندم، عشان احنا عايزين نعمل الجديد. انا بس برد على كل حاجة. كده احنا بنحشي السردين، وكل دايما حتى كل مرة دايما بنحاول نسيب السردين، بنشيل الراس بتاعته او حاجة. النهاردة انا سايبه يبقى شكله حلو كده عشان نعمله برضو أرضي. بص السمكية من جوه عاملة ازاي؟ بص كده يا فندم معلش. شوف السمكية من جوه عاملة ازاي؟ شايف اللحم؟ شوف اه اه واحده كده تتشال. انا لازم اوري كل حاجه للناس، والله ما الحاجات دي موجوده اهو. شوف المنظر، شوف شوف السلسله. بص شوف اصلا وهي نيه. بص بعمل ايه، بص 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 بعمل ايه وهي نيه. شوف اهو يا فندم، ادي السلسله وادي السردينيه بتاعتي اهي. شوف حشوها عامل ازاي، دي طريقه ثانيه والدماغ تتشال اهي. شوف المنظر اهو، شايف والاسود ده ما بحبوش اشيله، اي حاجه عينيا شايفاها وحشه اشيلها، ايه اللي جابرني اهو. ونعمل كمان واحده عشان نبقى وضحنا ده ووضحنا ده اهو. شلناها كده وقالي سكينتي تاني عشان لو حدش حابب الراس يبقى عندنا اوبشناتنا كلها. واجي اعمل كده اهو، بص بعمل كانها مستويه وهي اصلا نيه، بس بص لحمها عامل زي عامل زي الفسيخ الحلو بتاع نبرو اللي بنشتريه في وقت شاب من نسيب، اللي هو الايه اللي ما فيهوش ملح ده. بص المنظر، شوف حته السردين عامله دي تشم النار طبعا وتستوي. بص شوف الكلام، والاسمر اللي فيها ده ما بحبوش اهو اهو كده. على طول ننضف حاجتنا اول باول، او الحاجه عندي شكلها يفتح النفس. هذه الخلطه بتاعتي واروح اعمل كده. شوف طيب، وبعدين يا شيف الخلطه اهي اللي باقيه، واجيب عندي السمكيه بتاعتي وابدا ارص حاجتي. انت عايز ايه يا فندم مني؟ عايز فاصل؟ انا تمام جدا، هعمل ده واطلعكم فاصل. اوكي، عايزين نزود الكميه ماشي، انا عامل بس نص كيلو على قدي، لو حبينا نزود في ايدينا، ما حبيناش احنا تمام برضو، يبقى طبق كده معانا. وممكن نحط مثلا مع الاكله دي اشيف تاني، نزود ايه تاني مثلا؟ اقول لك والله ممكن تعملي نص مكرونه محمر مع حبه الرز اللي موجودين عندنا، ممكن تعملي اي حاجه نزود براحتنا. بص المنظر، الله اكبر، ادي السردين البلدي بتاعنا، حط هنا بس كده نطلعك منها فاصل. اوكي، واعمل حاجه حلوه قبل ما اروح الفاصل الحلو ده. انا بس مش عاجبني الصينيه متلحوسه، هننضفها طبعا كده كده، بس لازم نقول اهو كده. والله انا مطلعك فاصل شيك، مش مطلعك فاصل عادي. عارف فاصل الشياكه؟ هو الفاصل الشياكه ده اللي انت المفروض تاخد عليه اهو، مش حاجه تطلع متلحوسه كده، عشان بس هديك تاتش اخير للسمكيه دي واطلعك فاصل على طول. يلا يا باشا نرفع بس الكلام ده.
خد مني اللي جاي بقى وما تراجعش ورايا. اتفضل. شوف الكلام على الوش كده، لمونه، لمونه حلوه كده، وجرشه فلفل اسود كمان على وش السمك الحلو بتاعي ده، وحبه ملح في الشياكه برده، سي سولت اللي هو الصخر ده. ده سردين بلدي. اه يا فندم. حبه زيت زيتون طبعا عشان حاجه تتلمع معايا وتبقاش ناشفه، وتبقى حاسس ان انا فعلا مخدم كويس قوي على الطبق بتاعي، مش بخلان عليه في حاجه. وخد مني التاتش الاخير ده بقى، تاتش الخل ده على وش الخضار والسمكه، دي بيفرق كتير. لازم نطلع فاصل عشان انا لو قعدت 3 ساعات عادي جدا هقعد اجود على وش السمك ده. اطلع فاصل يا باشا، يلا اتفضلوا. السمكية التانية بقى اللي في الفرن، السردينة دي بقى تطلع على طول، خلاص خلصت هي كمان، ما فيهاش أي حاجة من التفاصيل دي بقى ولا صعوبة. السمكة السردين ده أصلا ما بياخدش وقت أصلا في تسويته، وبق الخل اللي بنحطه في التتبيلة بيفرق كتير جدا في التسويات. يلا بينا نجيب بس الترشونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. يلا باشا، مش هغرفها زي ما هي، صينية سردين بتطلع زي ما هي. شوف الملامح عاملة ازاي؟ فاكرين كنا بنتكلم عليه من شوية؟ ايه بقى؟ ايه تاني كلام؟ شوف تسويات باينة. طب ورينا اهو، نجيب ايه مثلا؟ واحدة من هنا مثلا، اتفضل. بص سامع دي؟ خرفشة دي، يبقى احنا كده في القرمشة الحلوة. بص بقى السمكية عاملة ازاي؟ شوف 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 شوف. بص التسوية عامل ازاي؟ شوف عصرة ليمون، شكرا وبالهنا والشفا. دي ما فيهاش حاجة خالص غير بس نديها حاجة فريش كده، تطلع زي ما هي ما فيهاش ولا كلمة. طيب أخبار الرز ايه؟ طبعاً معاكم دلوقتي.